لا شكرا. هل انت جاهز؟ نعم. تعال. هاي شكرا جميل. ما اعرف الطبيعه يا احباب عن باطن جميل. يا أحباب بالفلو ماذا أوراق المجففة. ما المشكلة؟ قد يكون تعتها صربان. إلى أين نذهب؟ إلى داخل الهرش. هاي ما عندها خضر. هاي ما عندها لبيدن. شجرة مانجا قصير. هل هناك حيوانات؟ نعم نحن نرى. أي حيوانات هناك؟ قرد، ثعبان، كلب، أرنب. هاي برق دائرة. يا أحبابي برق طويل. يا أحبابي ماذا؟ أنا لا أدري. أنا التربان. أنا عطشان. هل عندك ماء؟ نعم يا صديقي. هاتي قليلا. الحمد لله. شكرا. جزاك الله. أصدقاء أي شجرة هذه؟ هذا شجرة الفلس. ما هذا؟ هذا فنس صغير. يا أحبابي ما لا هناك؟ ماذا؟ ها هناك قرد؟ لا ذلك رجل القبيل. يا أحباب هو يجلس تعبانا. يا حبيبي ما أصابك؟ ما المشكلة يا حبيبي؟ متى يا حبيبي؟ قبل أسبوع. كيف يا حبيبي؟ ماذا حدث؟ أكلت أمي طعام الخرد. من أين يا حبيبي؟ هناك قلبة جميلة. ماذا كان فيها؟ فيها طعام الخرد. أكلت أمك كاملا يا حبيبي؟ لا أكلت قليلا. يا ويلنا. ثم ماذا حدث يا حبيبي؟ فصار بطنه خراب وماتت.
ചക്കിലേക്ക് ഞാൻ സാധിക്ക ياخي تعالي إلى بيتنا أيها الأحباء تجنبوا قسمة الطعام حافظوا على صحتكم طبعا يا حبيبي تعالي إلى بيتنا أيها الإنسان أيها الإنسان